إنجاز تاريخي هذا العام في مهرجان رافينا. في طبعته العشرين طرق الصداقة ربطت إيطاليا بإيران بقيادة المايسترو ريكاردو موتي، موسيقيون إيرانيون وإيطاليون عزفوا فيردي معاً في طهران ثم في رافينا. أعطت إيران الضوء الأخضر لهذا الحدث في اللحظة الأخيرة. هذا الحفل كان مخطرة بسبب الوضع السياسي الدولي، لأن بعد الثورة تم منع الموسيقى. قبل عامين قامت طهران بإعادة تكوين الفرقة السيمفونية بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة في مايو أيار. السيد روحاني فتح الأبواب. هوني كازروني عازفة للتشيلو تعزف للمرة الأولى خارج إيران. أنا سعيدة جداً بلقائي بأشخاص من ثقافات مختلفة وتاريخ مختلف وفن مختلف. إنها المرة الأولى التي أرافق فيها الأوبرا. الأمر يختلف عن عزف السيمفونية، أوسع بكثير. علينا الاستماع إلى المطربين والانتباه إلى كل شيء. سأقول للجميع وعلى الدوام بأنني عملت مع المايسترو موتي. لأن الجمهورية الإسلامية تمنع النساء من الغناء المنفرد أمام الرجال، تم اختيار الألحان الذكورية فقط. الإيطاليون هم الذين قاموا بأدائها. لا نتطرق للسياسة في الدول التي تستقبلنا، نحن فوق ذلك. لا أريد أن أنتقد الأسباب التي منعتنا من غناء سوبرانو بمفردها على خشبات المسرح. أفضل أن أنظر إلى النصف الممتلئ من الكأس. لذا في الأوركسترا إمكانية جلوس الرجال والنساء معا تعد خطوة كبيرة إلى الأمام. في هذه الأيام من الطبيعي جداً بالنسبة للآباء والأمهات أن يدرس أطفالهم الموسيقى. حين كنت صغيرة كان من الغريب جداً أن أسير في الشارع وأنا أحمل آلة موسيقية كبيرة. كان الناس ينظرون لي باستغراب، لكن الآن كلا، لقد اعتادوا على هذا. في البرنامج اختيار فيردي حصراً كان الخيار الصحيح، لأن فيردي عالمي حقاً، كما كتب الشاعر الإيطالي الكبير جابرييلي دانوزيو في وفاة فيردي. إنه سيبكي حباً للجميع. مهرجان طرق الصداقة 2017 يوضح مرة أخرى قدرة الموسيقى على مد الجسور لدول كانت مقطوعة عن العالم منذ زمن طويل.